كل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. بحثنا نوتخ نوتريسيونيست شيماء العياري. مرحبا بك شيماء. مرحبا بك فاطمه. ان شاء الله رمضانكم مبروك، ينعاد بالصحه والخير ان شاء الله على الامه الاسلاميه الكل. امين. وان شاء الله يتعدي لنا رمضان خفيف والناس تحافظوا عليه. الخفه زاد اليوم يلزمهم يتبعوك والرشاقه. دونك يتبع بالخفه والرشاقه تبعوا اليوم. شيماء باش تحكي لنا على ريجيم اللي يتماشى مع شهر رمضان الفضيل. بيان سور بحثنا مدام وفاء البحري صاحبه شركه اوغوديوم بيو. مرحبا بك. مرحبا بك فاطمه. ان شاء الله رمضان مبروك عليك وعلى الساده المستمعين والمشاهدين والناس اللي تفرج فينا الكل. يعطيك الصحه. وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. دونك اليوم على شنو باش نحكيو؟ اليوم باش نحكي لهم على لي شامبوان نتاعنا، على خاطر تليفونات برشا قاعدين يسالوا فينا شنو هو لي شامبوان اللي عندكم. اون بليس زاده فما حاجه تمشي مع الموضوع اللي باش تحكي فيه نوتخ نوتريسيونيست شيماء، اللي هو سبيسيال فيرجيتور، اللي هي كريم انتي فيرجيتور، نجموا نستعملوها وقت اللي نعملوا ريجيم. صبحت الخير. صبحت الخير. ديجا فيرجيتور معناها كنت سمين وضعفت وجوك. اي فوالا. باهي نبداو معاها ملا نحكيو شيماء. اليوم نحكيو على ريجيم واحنا في اول ايامات شهر رمضان. دونك فما ناس قاعدين يتبعوا في ريجيم قبل، وفما ناس اللي يقول لك انا نحب في رمضان نضعف، يبداوا ريجيمهم في رمضان. صحيح تقول فما برشا عباد فاطمه يخرجوا من رمضان يلقاوا رواحهم زادوا بالعكس سمن. انت مع ولا ضد انه واحد ما يعملش ريجيم على طول العام ويجي كان في شهر رمضان يقول لك انا نستغل اللي انا صايم ونكمل نصيم في الليل؟ احنا كلمه ريجيم الساعه هي نورمالمون نعمل عليها برشا فوالا خطوط احمر. صحيح. دونك احنا هوني باش نقولوا غير كي ليبراج اليمونتير اللي ماذا بينا ان شاء الله يا ربي العباد الكل يتبعوه العام على طول، ومش لازم اوكازيونيلمون بمناسبه رمضان ولا ساعات واحد حتى للصيف يعمل بريباراسيون البدن والكل ينقص من بعد يزيدهم. هذاك زاد البيريود كي تبدا صغيره ننقصوا فيها، من بعد نوليو نرجعوا لو دوبل، ساعات نعملوا كاليفي يو الفروستراسيون برشا للبدن ماهيش باهي، الحرمان برشا ماهوش باهي، اللي نقصهم في صافي راهو سوي سيغ اللي باش نرجعهم لو دوبل من بعد. هذه باهي النصيحه الاولى. فوالا احنا هوني باش نقولوا سي ان ريكيليبراج اليمونتير ماهوش حتى ريجيم. دونك فما حاجات ايفيتي اللي باش نحيوهم نجموا نحيوهم العام على طول، وهذه اوكازيون تاع رمضان نجموا نبداو بها. دونك اول حاجه لي فريتور، خاطر احنا برشا نقليو في الزيت في رمضان، برشا حاجات نقليوهم واحنا نجمو نستعملوهم حتى في الفور ولا نشويوهم كاريمون، نقصوا شويه من الزيت وسورتو ديما ناكد على التقليه في الماكله اللي هي مقلي امبليسيت. فاطمه قاعدين امبليسيت ما قاعدين ناخذوا في مقلي واحنا مانيش فايقين برواحنا، والتقليه في الماكله هذيك ماذا بينا ايفيتي. نقليو الماكله من الاول معناها بوغ غاردي الفيتامين او اللي فيه، اللي نعرفوا الزيت فيه برشا فيتامين او، ماذا بينا نحطوا كالمغيره الزيت في الاخر باش يقعد لنا الفيتامين او فيه ونستنفعوا به. فما ناس تقول لك حكايه القليان في الزيت وكل شيء نقلي في زيت الزيتونه، فما ناس تقلي في زيت الزيتونه عادي ولا؟ اي غيزيسيبل لا شالور عادي نجموا نقليو في الزيت. اي هو حاجه صحيه ولا مش صحيه؟ احنا المقلي مقلي مقلي, مش مقلي بصفه عامه ماهوش صحي، نجموا نقليو في الزيت الزيتونه اي، اما ماهيش مود دو كويسون معناها صحي. دو بريفيرونس نشويو الحاجة ما تفوتش 20 مينوت في صافيسة، أو بيان نحطوها في الفور تو سامبلومون، ولا نعملوا زادة كيف عندنا مود دو كويسون باهي برشا اللي هو لافابور المقفول والكسكس نتاعنا هذاك راهو باهي برشا وصحي برشا ويخلي لي فيتامين اللي في الماكلة الكل. دونك نقصوا شوية من المقلي، خاطر نعرفوا اللي احنا كل يوم فما بريكة في رمضان، كل يوم فما حاجه مقليه في رمضان، ماذا بينا نقصوا شويه ماكل مقلي البريكه نجمو نحطوها في الفور وبيان نشويوها في بوال تبدا ما تشدش، باش نقصوا شويه ماكل مقلي اللي ناخذوه. باهي هذه القليل قلت لي لا. حاجه اخرى يعملها لنا رمضان باهي برشا فاطمه اللي هو يعدل لنا الوقت نتاعنا نتاع الماكله، العباد اللي يخدموا اللي يبدا عندهم ديزونجاجمون نهار على طول وساعدنا نساو رواحنا ما ناكلوش، يجي في الليل ويبدا ياكل ويتنوش فطور الصباح ساعات ياكلوا في الليل ومن بعد فطور القايله والعشاء ما يخليش روحه ناقص من الماكله ياكلهم الكل دفعه واحده في الليل. دونك رمضان يعلمنا حاجه باهي اللي هو الوقت نتاع الماكله يلزمنا نكونوا الكل اتابل ونقعدوا اتابل. باقي ناكلوا كما كي قلت الدوبل والتخيل. هذاك العاده السيئه. هذاك العاده السيئه اللي احنا قاعدين نعملوا فيها، بالعكس احنا نجموا ناخذوا الوقت نتاع الماكله صحيح
وناكلوا سيمون بشويه وعلى مراحل زاده كيف كيف باش الجهاز الهضمي زاده يبدا ماخذ راحته. دونك الوقت نتاع الماكله سي تري امبورطون اللي احنا نستنسوا اللي جاي وقت الماكله دونك نقعدوا اتاب في الوقت العادي دو بريفيرونس ناخذوا 3 روبا بار جور اللي هو فطور صباح قايله وعشاء. زاده كيف كيف في رمضان نجموا نقسموا الماكله نتاعنا على ثلاثه وجبات اللي هو شقان الفطر من بعد نتعشاو ونزيدوا ساعه ساعه ونص نتعشاو ومن بعد ناخذوا السحور نتاعنا. فهمتك. اللي هما مش يتكونوا على خاطر ديما يقول لك انا توا تقول لي تعشى وتقول لي ما تعرفش ناكل كل شيء لهنا اللي فهمته لان اللي موجود في الطاوله واللي طيب نهارته يلزمني ناكله نهارته نفضل منه شويه ممكن الغدوه. احنا مانيش باش نحرموا روايحنا في الماكله فاطمه ومانيش باش نقولوا باش ناخذوا حاجات معناها اللي هما ما يشبعوش، بالعكس نجموا ناخذوا حاجات يشبعوا ونجموا نحافظوا على الوزن بتاعنا وننقصوا زاده في شهر رمضان ومن بعد تقعد لنا العادات هذوك. اعطينا يعني. دونك كاس الماء كي نبداو به راهو عاده باهيه مش حاجه خايبه خاطر برشا عباد كي يقعدوا على تابل تقول لك ما تبداش بالماء كاريمون من الاول. دونك كاس الماء نجموا ناخذوه من الاول على معده فارغه ما يسالش. زاد كيف كيف فما برشا عباد يحبوا ياخذوا كاس بسيسه في شقان الفطر يبداو فيه الاولاني هو زاد ما يسالش زاد فيه سكرلون اللي يعمل الانرجي والكل يطلع شويه السكر ما فيها باس. ثلاثه كعبات دقله زاد نجموا نبداو بهم فيهم سكرلون اللي باش ينشطوا تونا شويه نرتحوا شويه نصيف ساعه سويعه غربه حتى دريجين لو طون اللي العباد فما عباد يصلي وكل لي برودوي اللي تي زاد مسموح بهم كلكو سوا الحليب البن فما برشا عباد يحبوا الرايب زاد كيف كيف ما يصيرش ينجموا او ماكش تقول واه لا لا باش نكونوا واضحين دي كونتيتي صغار نحكيو على دي كونتيتي صغار نحكيو على ديك لاسيت تاع البن وياخذ كل قل شيء بيا حاجه ليكيد اللي هي فيها البسيسه ولا البن ولا كاس الحليب وثلاثه عباد دقله نرتحوا شويه لو طون اللي سلينا كيف كيف المراه لو طون اللي ما تعرف مازلنا ما كملناش حضرنا ككعبه البريك لو طون اللي كملنا حضرنا طاولتنا ونجموا ناخذوا الصحن السلاطه نتاعنا لي سوب نتاعنا فيهم برشا ليكيد اللي احنا ننساو روحنا برشا سورتو في رمضان في شرب الماء. دونك هاكا لابوغ نتاع لي سوب سوا شربة الشعير ولا شربة عدس ولا لي سوب الكل بنواحهم ولا البرودو. دونك لي سوب انا ديما نقول لي سوب اللي فيهم لي بات كيما لسان عصفور وبيان اللي يعملوا مقرونه جاريه ولا حلالم ولا الحاجه اللي فيها بات ماذا بينا لوش واحد ولي سوب اللي ما فيهمش لي بات كيما شربه الشعير كيما شربه العدس البرودو نجموا ناخذوا منها دو لوش معناها لو دوبل. بول نتاع سلاطة باهي يبدا كونسيستون بالكدا كيلكو سوا طايب ولا ناي ما عنديش فيه مشكل، اما المشكل الوحيد البطاطا. إذا كان نعملوا سلطة طايبة مفورة البطاطا راهو سي فيكولون، إذا كان باش تقرا حسابك إذا كان أنت تنجم من بعد تستغنى على البات بات في البلا برانسيبال ما يسالش حط البطاطا في البلا نتاعك، دونك البطاطا ماذا بينا إيفيتي على خاطرها سي فيكولون ومن بعد باش نستغناو ترسينا على البات وما نتصورش شكون اللي باش يقول لك أنا نسلم في ستة سبعة مغارف مقرونة باش ناكل شويه بطاطا. فهمتك. دونك صحن نتاع السلاطه نتاعنا نبداو به يبدا كونسيستون بالكدا، دو بريفيرونس السلاطه تبدا تفاريي في تو لي كولور بور غارونتي اللي عندنا تو لي فيتامين اللي مينيرو اللي يستحقهم البدن الكل سورتو احنا عدينا نهار كامل واحنا صايمين. وزاد حاجه اخرى فاطمه راهو الخضره زاد فيها بور نتاع الماء، دونك احنا ضمنا اللي عندنا فيك السوب لابور نتاع الماء في الخضره لابور نتاع الماء كاس الماء اللي شربناه اول ما بدينا نشقوا في الفطر وبيان خذيناه في البسيسه ولا في لي جو زاد لي جو فخي نجموا ناخذوه زاد في رمضان ما نعملوش اكسي خاطر راهو كثره الفركتوز السكر اللي في الغله يعمل غريس ابدومينال ويعمل تري غليسيريد. دونك نحافظوا على لي كونتيتي سورتو احنا خذينا ثلاثه كعبه دقله فاطمه اللي حكينا عليهم. دونك اذا كان باش تاخذ جو ماذا بينا نبعدوا على الدقله اللي خذيناها في الاول. دونك بعد نجموا نعملوا ترتيحه صغيره نتاع صيف ساعه وناخذوا البلا برانسيبال نتاعنا وإذا كان ما خديناش لي فغوين نجمو ناخذوا لي فغوين معاهم. دونك إذا كان العباد اللي شاهين حاجة حلوة ونعرفوا رمضان عادة سهرية ما تحلى كم كاس القهوة وكل حاجة الحلوة، أنا نقول دو بريفيرونس ناخذوه مع البلا برانسيبال ديريكتومون مش تقعد في السهرية.
اها اعطيني البلا برينسيبال قداش عندي من حق من مغرفه؟ البلا برينسيبال اذا كان كان يكون فيه بات اذا كان مقرونه ولا كسكسي ولا هو ماذا بينا من 6 ل 8 مغارف البات. الخضره نحطوا قد ما نحبوا. اذا كان كان غاكو مرقه ولا حاجه معناها بالخبز ملوخيه خبز ديما ناخذوا الخبز على قد راحه اليد. اوكي وماذا بينا ناخذوا لي سيريال كومبلي باللي في بغ نتاعهم بالالياف باش يعملنا كل موجود في الكوشه تو دونك متهنين هذاك هو يكون. وديما العباد اللي يحبوا باش ينقصوا في البوا السحور نتاعنا ماذا بينا ساعتين قبل ما نرقدوا. دونك اذا كان باش نرقدوا نص الليل ماذا بينا نتسحروا العشره نتاع الليل إذا كان مش على ديغنيغ مينوت. العبد اللي يحب باش ينقص في البوا ماذا بينا نخليه ساعتين بوغ ديجيستيون باش تتهضم الماكلة ونتسحروا نتسحروا شنو الحاجة اللي موجودة في الدار. السحور شنو ينجم يكون؟ ينجم يكون كعبة غلة، كعبة ياغورت ناتشوغيل من غير سكر، ينجم يكون كاس بسيسة زادة كيف كيف يخليك متقنع نهار على طوله. سحوري هو كعبة غلة؟ ينجم يكون كعبة غلة و يا غرت انا تشوف مش فطور الصباح نورمالمون نعاود ناخذ في اذا كان باش تحب باش تنقص في البوا ماذا بينا نقصوا شويه يكون كعبه غله كعبه يا غرت كعبه فيك يا زاده كيف كيف فاطمه يبداو من غير ملح كعبه زوزه 8 كعبه زوزه 16 كعبه لوز نجمو ناخذوا دونك هذاك يخليك نهار كامل متقنع وما نسمنوش. باهي والله فكره باهي علاش ليه من اللي يتبع في ريجيم شيما يبعث لنا دي كومونتير وقداش نقصوا على الاقل حتى في 15 يوم 15 يوم الاولانيين نتاع شهر رمضان. قداش نجموا نقصوا في ريجيم كيما هكا شايم؟ نجموا نقصوا في الشهر نجموا نخرجوا ب 4-5 كيلو نبداو نقصناهم سولون الباسيون سولون لي باثولوجي زاد اللي عنده زاد كيف كيف العباد اللي عندهم امراض مزمنه يلزمهم يتفقدوا رواحهم لي بيرسون اجي زاد اللي ما يسموش زاد ديما نتذكروهم في الماء وفي الماكله نتاعهم خاطر ما ننساش الاكتيفيتي فيزيك عندها دخل الاكتيفيتي فيزيك بيان سور مش كيما عبد سيدونتيغ كيما يتحرك الريجيم ماذا بينا معاه نص ساعه مارش ماذا بينا زاد بعد شقال الفطر نعملوا اكتيفيتي فيزيك احنا بطبيعتنا نعملوا فيه في القضيه وفي الامان وفي حتى وكان واحد ما يمشيش للسال دو سبور ينجم يعمل حتى دونس في الدار هذاك يتحرك شويه وما. معقوله برشا يعطيك الصحه شيماء العياري اخصائيه التغذيه نمشيو بحذري شيف. يعطيك الصحه فاطمه كيف ما قلت راجعين لكوجينتنا مكملين مشوارنا شيف فتحيه تستنى فينا بالخبز. بالخبز اللي خمر ديجا خمر المره الاولى طيحت له خميرته نوريكم كيفاش نطيح الخميره. هذا كل واحنا نستناو في فاطمه واحنا نستناو في فاطمه صح عليك يا فاطمه باش ترجع لنا. ديجا الخمره الاولانيه طيحتها خاطر ما نعم بها حد شيء نعرفوا اللي الخميره الاولانيه ما تخليش الخبز يجي به هذاك علاش نعمل ديما خمرتين ثلاثه كي نجي نعمل له خمره ثانيه نحط شويه فرينه فوق لو بلان دو ترافاي ونجي فوالا اي جو ديغاز نبدا نهز ونقلب في وسط الخبز كيما تشوفوا هكا اكل الهواء اللي انا نهزه مش نعرك عركة. لا 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 اكل الهواء اللي انا نهزه ونحطه في وسط الخبز هذاك يل ديفلوب في ساعه في ساعه واكثر من قبل الخميره يعطينا خمره مزيانه ديما نهزه من الحرف ونحطه هكا معنى حتى لو كان تزوز الفرينه هي فرينه كحله هذه الكومبليت تزوز في وسط الخبز الخبز متاكده اللي باش يجي مهوي بالقدا كيما تشوفوا فيها توا باش نعمل الفاسوناج بيسكو انا اول حاجه عملتها نحيت الخميره القديمه الكل توا جوست باش نعمل الفاسوناج كيفاش يصير الفاسوناج بتاع الخبز بتاعنا نقصوا دي باتون هكايا صغيرين قد اللي نحبوا احنا والكبر اللي نحبوا عليه راهو ماهوش بالضروره نعملوا خبز كبير والا خبز صغير هذاك يرجع لكم ليكم انتم قداش تحبوا كبر الخبز ما احنا في رمضان ماذا بينا ديما خبز صغير اولا يجي معناها اللي ياخذ قدمه ما يقعدش يخلي منها ونعرفوا كي يقعدوا برشا قدم ما يجيش به ديما نلفوا الخبز نحطوا له الحراف تاعو في وسطه ديما شو عندنا شويه فرينا للرشين ونحطوه هكايا نلفوه قد ما نقدروا نسكروا عليها اون بول كيما هكايا والا اللي يعرف يعمل كركوبه تاع خبز يجي ساعه يلم لها وسطها المبلول الكل ديما لداخل ديما نحاولوا الحراف المبلوله نقلبوه فوق الفرينه ونكعبروها كيما هكا
ونحطوها. هذا يقعد يخمر كوشتي قاعدة تسخن سخانة خبز اللي هي 220-240 انتم والكوشة اللي عندكم تسخن بالقدي بالقدي. بعد نرميوه إذا كان معناها وقت اللي يخمر يلزم نعملوا له فتحة صغيرة باش الهواء يخرج. معناها نجيو هكا تاذيتو نعودها يجيو نعملوا هكا فتحة صغيرة على الخبز باش يلقى بقعة منين ينفج ومنين يطلعوا أكل المبيل اللي في الخبز اللي باش تلقاوهم بعد. يعطيك الصحة مشكورة الشيف فتحية. وبربي على ذكر الخبز هوني مشاهدينا كل ندعوكم احنا من برنامج ماتينال انكم ما تفسدوش الخبز ما تبذروش خاصة سيدي رمضان اللهفة حاولوا تفداوها. كيف ما قال الواحد باش تاخذ الخبز الأربعة ولا الخمسة بتاع العشية باش يوصلك الفطور بارد. دونك خذ من الصباح الخبز متاعك ماهوش أزيد من حاجتك اللي فضل ما تفسدوش. احنا باش نحاولوا نعطوكم عدة استعمالات للخبز في برنامج الماتينال الخبز البيت كيفاش تنجموا تستحفظوا عليه. ماذا بيكم تاخذوا قدر حاجتكم ما أكثرش. احنا مشاهدينا هوني مع بعضنا مكملين في المرقة الحلوة بالدجاج. قلنا خذينا الفخاذات متاع الدجاج قليناهم مع البصل مع زيت الزيتونة حطينا الملفحات متاعهم مع عود قرفة حطيت شوية كركم حطيت شوية تابل وشوية فلفل أكحل وما ننسوش حطينا شوية ثوم. هذوما الكل بريسك الدجاج متاعنا طاب ما عدلوش برشا معاهم باش نزيد عوينة ومشماش شايحين غسلتهم ومعاهم زبيب. دونك هنا انتم ما تنجموا تستعملوا كان زبيب بركة الاختيارات متاحة لكم. دونك هكا نطرحوهم ثم العوينة اللي نحيلها القلب متاعها ما يقلقش خاطر ما هيش حاجة صغيرة انا نخليها بالقلب متاعها كاملة. دونك خير باش ما المرقة متاعي ما تكحالش ازيد من اللازم. هذه اللي فخوي سيك باش نحطوهم هكا ياخذوا غرضهم في الكويسون. من بعد باش في الاخر نزينهم. انا حضرت هوني عندي شويه بفريوه لو تسمح شيف سامي عندنا بفريوه ولوز وبيستاش قليناهم شويه. انتم اللي ما يحبش الفاكهه ينجم يستعمل كان زبيب بركه مع الدجاج ويعطي نكهه ممتازه. هذه جوست يعطيك تقرميشه ونكهه اخرى للي يحب. دونك هذه الفاكهه متاعنا تنجموا تقسموها حتى على مرتين على ثلاثه بعد ما تقليوها هكا تحطوها في بوكال دونك بالنهار يكون ارميتيك دونك يخلي الفاكهه متاعك ديما تتقرمش وتستعملوها سواء مع الحاجات الزهره المرقه كيف ما هكا ولا مع كسكسي بالفاكهه لكم الاختيار. هذه بالنسبه للمرقه متاعنا وين وصلنا فيها معها هي عندنا البرغل قاعد يطيب شيف توا قاعد ليتاب كما قلنا ريسك الاخرانيه جوست الكركم في الاخر توا باش نزيدوا العدس نتاعنا الكمون في الاخر الكمون سامحني توا باش نزيدوا العدس نتاعنا وباش نزيدوا معاه الفول المصري هذوما الزوز مع بعضهم وبالطبيعه باش نزيدوا البرغل الكونكاسي هذايا الكونكاسي نتاعنا هذوما الكل زاد باش نخلطوهم ونخليوهم يكملوا يطيبوا سلة هذه شربتنا اليوم في سيدي رمضان اليوم نجم نحط معها عرشة كلافس حاجة هكا النكهة في الاخر اما ثم اللي يعمل نعناع نعرف مع البرغل كل ولا كمون احنا مثلا احنا حاطين الكمون اما بعد الاختيارات في الاخر كل واحد كيفاش يحب يفوح في الاخر النكهه نتاع الشربه نتاع صحيح يعطيك الصحه مشكور شيف. دونك هذايا البرغل بالقرنيط باش نخليوه يطيب انا باش نرجع لكم بعد شويه. ما زالت معاكم السلطه قلنا اليوم سلطه مشخشخه بالكداب المكونات المزيانه معنا لمرافقتنا طيله موسم برنامج الماتينال. نمشيو لفاطمه السويد ميرسي لي شيف. نحكيو توا اوغوديو مع مدام وفاء البحري تحكينا اليوم على الشامبوان الموجودين عندكم مدام هكا ولا اكيد. دونك هما فاطمه برشا قاعدين يسالوا فينا شنو هما لي شامبوان اللي ديسپونيبل عند اوغوديون بيو. لي شامبوان عندنا تقريبا سبع انواع ومازلنا قاعدين نزيد نديفلوبيو في جام جديده ان شاء الله. اكتويلمون اللي باش نحكي عليهم روحنا عندنا معناها دو شامبوان يتناسبوا مع كل انواع الشعر. دونك كيلكو سوا معناها شعرك شايح مزيت شعرك طايح شعرك معناها بوكلي دونك راه باش تلقى عندنا معناها لي شامبوان اللي يناسبوك. دونك الحاجه اللي ناكد عليها اللي لي شامبوان نتاعنا راهم سون تونسيون اكتيف ما فيهمش تونسيون اكتيف كيميك. دونك مخدومين افيك معناها الباز نتاع اللي تعمل الرغوه هي الباز موسانت معناها غيش اون سابونير غيش اون بلانت فيها نباتات معناها ثريه بالصابونيه. دونك النباتات هذوما هما اللي يعملوا الرغوه واللي يغنيونا على كتونسيو اكتيف. دو فاسون وقت اللي تستعمل الشامبو باش تلقاه 100% طبيعي ما فيه حتى مكون معناها كيميائي وفي نفس الوقت يعطيك نظافه معناها اللي تستحقها للشعر يرغي لك معناها مش كيما لي شامبو ناتشوريل اللي نسمعوا بهم ما يرغيوش. دونك فما شامبو شوفو بوكلي اللي هو مخدوم بالفيغوي روج الشامبوان هذا يمشي معناها الانواع الكل نتاع البوكل ديجا حكينا عليه في الجام نتاع
الشوفو بوكلي المده الاخرى. عندنا زيد شامبو سيبو ريغول اللي هو معناها معمول سبيسيالمون للشعره المزيته، وسيبو ريغول هذه جام كامله معموله للبشره المزيته وللشعر المزيت مخدومه بالكليل. دونك تنقص الزيت بالكدي بالكدي، واللي يستعمله يلقى شعره معناها حتى كان يزيت فيسا شعره باش تلقاه يتنحى منه الزيت كومبليتمون. وتوا شهر رمضان معناها نعرفوا اللي ديجا حتى بليش حتى شيء تلقى باش تلقى من ماكلت معناها الماكله معناها الدهنيه والمقلي والكل باش تلقى الشعر والوجه يزيد. اي دونك هذيا فوالا دونك باش تنجم تستعملوا. فما زيد شامبوان اللي بالريحان هذيا معمول معناها باش يصلح الشعره التعبه وشعره ديفيتاليزي. عندنا زيد شامبوان جوجوبا والارغان اللي هو امبليسور يزيد يعمل لقه في الشعر. فما بيان سور شامبوان الثوم هذيا اللي معناها الشعر المتساقط واكسترا بوس. وعندنا زيد شامبوان القطران للجماعه اللي عندهم مشاكل معناها على الجلده نتاع فوالا الاكزيما والبسورياسيس والمشاكل اللي على الجلده. وفما عاد توا النوفوتي اللي هي زاده باهيه برشا، هي سبيسيال فيرجيتور، هي كريم جديده هذيا طلبوها منا زاده بالكدي. دونك سبيسيال فيرجيتور خدمناها معناها باش تنحي لي فيرجيتور كيلكو سوا الحمراء ولا البيضاء. بون وي ميم حتى لقدم بيان سور. دونك حتى اللي تبدا فيرجيتور معناها قدمت مش كان جديده راهو تنجم تنحيها لك بال فوالا بالاستعمال. دونك هي الكريم هذه المكونات نتاعها الكغيس دو موتون اللي هو احنا عندنا منه جام كامله. دونك الكغيس دو موتون قلنا هو فيه برشا فيتامينات سورتو فيه الفيتامين ا اللي هو به برشا معناها باش يخلصنا من كعلامات التمدد اللي على الجلد. دونك زاده كيف كيف فيها الكولاجين، والكولاجين نعرفوا اللي هو يغلف الجلده ويشدها دو فاسون زاده كيف كيف معناها باش يتلقى وما يخليهش تظهر معناها لي فيرجيتور اللي فيها. فيه زيد الاسيد هيالورونيك، وفيها الفيتامين ا اللي هو مكون اساسي، وفيها الشمع زيد نتاع العسل. وستين كريم ميلسيون معناها مخدومه بالكدا، فيها الماء نتاع العطرشيه. دونك تستعملها يوميا صباح وليل على البلاصه يعني اللي تحب تنحي منها معناها لي فيرجيتور ولا لي سيلوليت اللي نعرفهم. هما ديجا يطلعوا في الغروسيس، يطلعوا في فوالا وقت زاد نضعفوا نسمنوا وكل، ويجيوا في البلايص الكل معناها تقريب يجي في الزنود يجي في الافخاذ وكل كما قلت فاطمه. دونك الكريمه هذه تعمل بها مساج يومي صباح وعشيه، وكان امكن زاد في وسط النهار زيد اعمل معناها توازيام ابليكاسيون. المساج طول معناها بالك بالكدي، اعمل مده 10 دقائق بالكدي حتى تدخل الكريم بالكدي بالكدي، باش تلاحظ اللي هي لي فيرجيتور هذوما باش ينقصوا في وقت قصير معناها اذا كانوا محمر هذاك في ظرف جمعتين. وانا نقولها معناها راهو من غير يعني بالحق فوزالي تروفي الريزولتا هذيك في ظرف جمعتين باش تلاحظوا قديش باش ينقصوا بالكدي ويختفيوا يتنحاوا كومبليتمون. ومع معناها لي فيرجيتور اللي يبداو بيض هذيك راهو باش ياخذوا مده معناها نتاع وقت انت والكا انت وقديش معناها موجودين وكل. والمراه الحامل زاد راهي تنجم تستعملوا على خاطر حتى ريتينود اللي موجود فيها ماهوش مشكله، يعني حتى الفيتامين ا اللي موجودين حتى تنجم الحامل تستعملهم. دونك باش معناها تحافظ على كرشها وكل ما تخليش البلايص يطلعوا. دونك هذه النوفوتي نتاعنا النوفو بيبي نتاعنا. نحب نرجع لي شامبوان ماك تعرف نمشيو للنظافه اوكي، نمشيو نقولوا احنا العنايه بالشعر معاك، اما روايح شنو هو الروايح اللي نلقاهم في لي شامبوان؟ هما جينيرالمون روايح بنينه معناها في لي شامبوان نتاعنا، ريحه محلاها هاديه ماهيش ريحه معناها باش خاطر ما نحطش فيهم لي زويل ايسونسيال في الريحه باش ما تبديش معناها ما يمشيش مع الناس الكل يولي خاطر ثم سيل حامل مثلا ما تنجمش تستعمل لي زويل ايسونسيال الكل. دونك فيهم دي فراغرونس هاديين بالكدا ومخدومين زاده طبيعيين. وفما زاده ثم مثلا شامبوان ريحان باش تشم ريحه الريحان فيها، شامبوان الكليل كيف كيف زاده شامبوان القطر باش تشم ريحه القطره فوالا. باغ كونتخ الفيغوي روج باش تشم فيه ريحه بنينه، الثوم فيه ريحه بنينه، وتقعد زاده راه في الشعر هذيك حاجه زاده محليها تقعد تشمها معناها حتى كي تغسل وكل. وين نلقاو اوروديوم بيو؟ باهي انا نحب نذكر ساعه ساده اللي يتفرجوا فينا اللي احنا رانا نحاولوا انه نوريوكم شنو عندنا دي برودوي، لكن راهو اذا كان مستحقين نصائح ولا مستحقين معناها دي كونسي خاصه بالكام نتاعك انت ولا بالمشكل نتاع البشره نتاعك ولا شعرك، راهو عندنا زاده لي سوال هذيك. دونك تنجموا
تتصلوا بنا على رقم التليفون نتاعنا 24 085 959. عندنا زاد الرقم الاخر اللي هو 26 085 524. كيف كيف زاد تلقاونا على الباج فيسبوك، تلقاونا على انستغرام. يسالوني زاد يقولوا لي توصلوا للبلاصه الكل، رانا نوصلوا في تونس كامله، معناها بلاصه بلاصه، ما فماش بلاصه حتى وكان بعيده راهو ما نوصلولهاش، الكل نوصلوا لكم. وتلقاونا معناها كما قلنا معناها السيت ويب نتاعنا www.regionbio.com، موجودين في المنار سيتي في الدوزيام ايتاج. واليوم زاد عندي انونس نتاع حاجه باهيه، وان شاء الله باش نستدعاهم السيده اللي تفرجوا فينا على لوفيرتور نتاع صالون دو كوافور نتاعنا. مبروك. نهار الجمعه هذه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ربي ان شاء الله تكون عتبه خير يا لاله. يعيشك. وين موجوده الصالون؟ الصالون دو كوافور نتاعنا في المنزه نوف، فين كي كلمونا نعطيوهم لادريس بالضبط، معناها خاطر الحاجه اشاره الظاهره. اي دونك كيكلمونا نقولوا لهم وين هي الغوبيغ ظاهر بالكدا. الحاجه زاده الباهيه اللي الكولوراسيون فيجيتال راهو ابليكابل توا عندنا احنا في الصالون دو كوافور، باش ما عادش يقعدوا يتعبوا يعملوا هما الكولوراسيون وما تطلع لهمش كيما يحبوا ولا فيها اشكال، تولي يجي نعملوا لك احنا ميم حتى لي سوان اونتي شوت، لي سوان نتاعنا الكل ان شاء الله معناها تولي تعملوا عنا احنا. صالون دو كوافور هذيا سيتون صالون دو كوافور بيو اللي هي اول مره معناها تكون موجوده. مرهو. في تونس باش نخدموا توسكي سوان استيتيك، سوان معناها نتاع الشعر، الكل بموادنا نتاعنا احنا اللي نصنعوا فيهم في اللابوراتوار نتاعنا، مواد طبيعيه، سوان ما اي بي وكل شيء موجود. لكن الفرق انه احنا باش نخدموا افيك دي برودوي كي سون 100% ناتشورال 100% بيولوجيك. زيدا كيف كيف معناها باش تلقاو معناها راحه بحذينا، تجيو زيدا تعملوا كيف وتتفرهدوا، تشربوا كيس تيزانه، تقعدوا معناها تعملوا حتى نقولوا لاحمد ذاتي زيدا يتعامل معاكم كما تحب. اي تولي سبونسور مبعثكم حتى انتم اصحاب بيان سور، ما ننساوش الفاريتي اللي موجوده عنده حتى هو حاجه بنينه وفاريي. تولي فرصه نحطوهم زيدا في صالون دو كوافور نتاعنا. ومرحبا بالناس الكل اللي باش تجينا. ميرسي بوكو مدام وفاء البحري صاحبه شركه اوروديوم بيو. ميرسي مره اخرى مدام شيماء العياري اخصائيه التغذيه اللي كانت تعطي فينا في نصائح باهيه برشا للناس اللي تحب تعمل ريجيم يكون موفق في شهر رمضان. نرجع بعد لي شيف. يعطيك الصحه فاطمه، راجعين لكوجينتنا مكملين مشوارنا مع مشاهدينا ومع الشيف فتحي الشواشي. مازلنا في الهريسه والزينه نتاعها. في الهريسه والزينه نتاعها. اول حاجه ناخذ الماكينه نتاعي ونرحي لها شويه اللوز. الوغ لافونتاج نتاعها الماكينه هذه كونه لو بي يتنحى تكون رحى معناها اشواغ ميني اشواغ. الماكينه هذه بتاعي اوفيزا، الوغ بها هي فريمون في رمضان يتعدى مزيان. هنايا ناخذ كورنو ونجي ونشق الهريسه كيما تراو. حرف عاديه كاراميليزيها. يلزم تكون كاراميليزي وحطيت لها الزيت، معناها الزيت هو اللي حمرهم هكاكا. ويبداو الناس كل يبداو يتجهروا باش ياكلوا كل الحراف اللي يبداو كاراميليزي يعطيو اكثر مطعم في وسط الهريسه. نجي هوني بالطبيعة ونشق الهريسة متاعنا باش تشرب، تشوف فيها كيفاش راهو. إذا كان أنتوما الهريسة طابت وما تنجموش تقصوها هكايا بسهولة تامة كيما تشوفوا، معناها وقت اللي ننزل هكا بصبعي ما يغرقش. تعمل كروت. راهي هريسة ماهيش ما تشربلكمش السكر، يلزم وقت اللي ننزلوا على الحرف متاعها معناها في الوسط ولا على الحرف، احنا ننزلوا هكا وهي تغرق كي الجاتو، يلزمها تكون فريمون كاني جاتو ايبي. هنايا عندي بالطبيعه السيغو بتاعي، قلت لكم الايترا الايترا ما نحط لها نص رطل سكر ونحطهم يغليوا 5 دقائق، حط لهم 10 صغيره قارص. وتوا باش نحط لهم سكر فاني سمخت شيف، انا ما نحيهش من الهريسه بالكل، نعرفوا اللي الهريسه فيها اصفر العظم واصفر العظم يتطلب برشا سكر فاني، نحط في وسطها ونحط زادة في معناها في السيرو نتاعها باش تكون فريمون نكهه الفاني ما تخطاهاش. هوني نجي ونسقي قد اللي لازم، قد ما تقبل شحور اعطيوها شحور، هي دو توت فاسون تظهر وقت ما عادش حاجتها بالشحور، تولي تعوم اون فوا عامت تخليه السميد يشرب على راحته. ما من الاول نسقيها كلها مغرفه مغرفه كيما تشوفوا فيها هكا، الكبيره نعطيها بزيت ومن بعد نرجع لهم هذوكا
نعود نسقيهم من جديد. إن فوا عامت بالقدام نشوفها ما عادش تبقبق معناها كلام بيل ما عادش طالعين من معناها من الحب ولا الركح ونخليها دو بريفيرونس الأحسن الأحسن أعز هريسة هي اللي تخليوها تبات معناها تخدموها اليوم تخليوها تبدأوها غدوة تطلع لكم هريسة من أعز ما تاكلوا. يعطيك صحة مشكورة شيف فتحية. كي نقولوا سيدي رمضان نقولوا الهريسة ونقولوا الحلو التونسي الزمني. شيف فتحية محضرت لكم برشا مفاجآت مع ما ننسوش زادة الخبز اللي كل رمضان تودنا به. هذه دبارة شيف فتحية اليوم في الحلو في الخبز. أنا مشاهدينا معاكم باش نكمل. شيف سامي البرغل وين وصل تو دابوغ؟ توا قعدت أول آخر إتاب اللي جوست باش نزيد شوية ثوم والكمون نتاعي ونطفي عليه سي طاب معناتها كل شيء طاب. البرغل نتاعي طاب الدبابش نتاعي طاب وبالطبيعه القنيط نتاعي طاب لكن كيما تشوفوا باش نحركوا لهنا ونطفي عليه ومن بعد نسربيوهم مع بعضنا. طعم توزيكيا صحيت القوم تاع الثوم يبدا حي وزاد طعم الكمون يبدا حي. يعطيك الصحه مشكور شيف سامي. مشاهدينا انا المرقه الحلوه زاد بريسك طابت صحيح امورها واضحه باش نخليوها جوست للتقديم من بعد. معها هي باش نحضر لكم اليوم سلطه كيف ما تشوفوا هنا حضرت برشا سلاد غومان قصيتها سلاد غومان تقولوا انتم الخص العربي يتغسل بالقدا الماء نتاعنا ديما فيه قطيره خل ما نعملوش جفال الجفال راهو كيميائي نعملوا الخل حاجه طبيعيه في الماء نتاعنا نغسلوا به الخضره قطيره طابو نتاع الدبوزه في حد ذاته ولا مغيرفه في ايتره ايترتين ماء هكاكا تحطوا الخل نتاعكم تغسلوا فيه السلطه مرتين ثلاثه تشلوها بالقدا بالقدا ومن بعد قصوها طريفات الحجم اللي تحبوا عليه انتم. هذه السلاد غومان الباز نتاع السلطه باش نقدمها لكم. معاها هي عندي في الخضره اخترت مواصل دونك لازمتنا ديما سلطه عاده ما يلزمش نحيوها من على طاوله سيدي رمضان التوانسه تبارك الله احنا عندنا العاده هذه يا اما سلطه تونسيه يا اما سلطه مشويه يا اما حوريه يا اما سلطه خضراء دونك هذيك الحاجه العاده الحميده لازم تحافظوا عليها لانه نعرفوا الخضر غنيه برشا الياف وتبارك الله بلادنا بلاد شمس فيها انواع نتاع خضر فرشكه ومزيانه بنينه برشا دونك هنا نشوفوا الالوان كيفاش محلاها. معها هي باش نحط فروماج بنين اخترته لكم اليوم من عند مرياح اللي هو 100% حليب قلت لكم احنا موسم كامل مدلينا مرياح بالانواع نتاع الفروماج نتاعهم اللي نختاروها صحيه ونظيفه. عندنا هنا فروماج جودا اليوم اخترته قصيته طريفات هنا قصوا الفورمه اللي تحبوا عليها كيف كيف نخلي لكم الاجتهاد والزينه هذه الكل ليكم انتم مشاهدينا. مع الفروماج عندنا مكون اخر بنين كان معنا كيف كيف موسم الماتينال هذايا اللي ان شاء الله يكون خفيف ظل عليكم مشاهدينا. عندنا تل البدر اللي بزيت الزيتون الحكه الزرقاء توا نعرفوا رمضان تربخ فيه الشهوات وخاصة التن مشتي على الطاولة يا إما في السلطة يا إما في البريكة يا إما حتى في صحين واحد وكا على الطاولة بنين برشا. أنا هوني زيت زيتونة متاعو ما نطيشوش على خاطر زيت زيتونة إكسترا فيرج ممتاز ونعرفوا اللي التن متاعنا هذا التن البدر طيب في الرند الجبلي معاه معناها مرنخ في زيت زيتونة ممتاز كيف ما قلنا والملح متاعو معدل الفصوص نزينوا بهم السلطة نستعملوهم في ديفاخس طب شوفوا عندنا في برشا خدمه في سيدي رمضان والا كيف ما قلت حتى على الطبيب لها كيكه فصوص تن مزيانين كيف ما تشوفوا لونهم محلاه ويكونوا فصوص كاملين انتم ريشوا القدر اللي تحبوا عليه منهم هكا وتزينوا به السلطه بتاعكم. هذه سلطتنا لليوم مازال باش نزينوها نحطوا لها شويه زيتون تختاروا اللون اللي تحبوا عليه من الزيتون هكا هاكا ذكرنا شويه بالسلاد سيزار جوست انا اليوم عوضت التن بالدجاج هكا نحطو مع الزيتون عندي هنا كروتون كي نقولوا سلاد سيزار نقولوا كروتون الكروتون تاعنا اللي هو من الخبز البيت ولا من الخبز اللبناني هذا انا قصيته طريفات علاش قلت لكم هكا الخبز البيت ما تطيشوش تاخذوا الخبز البيت نتاعكم تقصوه مكعبات تحطوه تحمصوه في الكوشه ولا تقليوه في الكوشه خير اقل زيت ويكون صحي وهكا تقدموه على السلطه ديما عندكم بواته معبيه فيها الخبز يبدا تقرمش يعطي نكهه بنينه للسلطه. هذايا المكون الاخير هوني عندنا العظم عندنا كعيبات عظم صمتناهم قول الشيف فتحية يبسناهم دونك هكا هذوما لي زيدور نتاعنا دونك باش نحطوهم على الوجه نزينوا بهم السلطه ما بقى
الا كان تحبوا تزيدوا عليها عصيره قارص، احنا ديجا استعملنا فيها زيت الزيتون الموجود في تن البدر، يعطيها نكهه خارقه للعاده. هذه نودكم بها مشاهدينا، تلقاوها بعد شويه هي وبقيه مكونات فطورنا اليوم لسيدي رمضان. نمشيو لفاطمه السويد ونرجع بعد شويه لطاوله الماتينال. مشكورين لشيف، خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. عسلامة، مرحبا بكم. مريم ميلادي كسكس، جو ريبريزونت لا سوسيتي ارشيفيزيون. احنا اليوم متواجدين في الشوروم نتاعنا اللي هو في 9 افينو دو ليما لا سكره تونس. مرحبا بكم، حابين نكونوا متواجدين في الشوروم باش نوريكم اكثر لي موديل جدد، كلكو سوا في لي سالون، في لي شومبرا كوشي، في لي سيجور وفي لي سالا مونجي. مرحبا بكم، تفضلوا معنا. هوني عندنا اون شومبرا كوشي اللي هي اسبوار، كي ان ميلونج انتر لي ميغوار اي لو بوا اللي هو الاتر ماسيف اللي هو البلانس. حبينا نحطوا البوا اون فالور، خدمنا لاغوندي نتاع البوا افيك اون توش دوري. بيان سور الكليون اللي ما يحبش الدوري ينجم يبدل اون ارجون والا ينحيه كومبليتمون. افيك اون شوا دو كولور اي دي تيسيو انورم، ينجم يبدل في التيسيو، ينجم يبدل في الكولور دو بوا. ولي ميغوار كيف كيف، حابين ندخلوا ان توش نتاع بوازري في لي ميغوار. في الموديل نتاع الصالون هذايا حابين نخدموا حاجه اوريجينال شويه افيك كان تيسيو اللي هو فيلور دو سوا. بيان سور لو كليون عنده شوا في لي تيسيو وفي لي كولور الكل، ينجم يبدل لي سوكل كيف ما يحب هو، وبيان سور ينجموا نخدموا له دي سور ميزور. وبيان سور الكليون عنده شوا باش يخدم دي سور ميزور. مرحبا بكم، احنا هوني متواجدين في 9 افينو دو ليما لا سكره تونس، وباش نكونوا متواجدين معاكم في صفاقس ان شاء الله في معرض صفاقس الدولي، وفي سوسه في معرض سوسه الدولي من 17 ل 27 مارس. كلمونا على 54 896 967، وتنجموا تتبعونا زاد على الباج اوفيسيال نتاعنا ارشيفيزيون والباج انستغرام ارشيفيزيون فورنيتشر.
سيكام ادخل في القرعه باش تربح واحد من الكادوات هذو سيارات دي زايفون 13 دي تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين سمعت البشاره سيكام تربحك سياره ان شاء الله رمضانكم مبروك وحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقفوا عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة وتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوأ معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ سيار تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات